السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد. وهذا أول فيديو تعليق عربي لي. أول شيء بكلمكم عن نفسي، أنا محمد سالم من الإمارات، أدرس كليات التقنية وعامة أحب الألعاب وأحب ال أوبس لحظة، لأن هذا تعليق مباشر فصعب الواحد يركز ويلعب في نفس الوقت. المهم بتكلم عن الألعاب اللي بتنزل هالشهر، شوية معلومات سريعة. الالعاب اللي بتنزل عندكم بيرسونا 4 هالشهر بينزل، بيرسونا 4 ارينا تحديد، لان في بيرسونا 4 اصلا اوريدي نازل. بيرسونا 4 ارينا لعبه قتاليه، يعني مثل ستيت فايتر وكينج اوف فايتر وهالاشياء، بس فيها ستايل انمي، وستايل انمي حلو. يعني انا اشوف ان هاي لعبه حلوه، يعني فكرتها حلوه لانها ترضي، يعني تقدر ترضي الطرفين اللي هم عشاق الالعاب الضرابه وعشاق الانمي، خاصه اللي يحبون العاب فيها شويه اكشن وحركات غريبه كذيها وشخصيات انمي. تعجبهم هاللعبه وايد. بركز في الكلام مش قادر. طبعا ترانسفورمرز بتنزل، عندكم سليبينج دوغز لعبة شابه جي تي اي، لعبة وايد حلوة بتنزل هالشهر. وانا الحقيقة يعني من الحين اقول لكم اني بسوي فيديوهات عنها، انها لعبة شكلها وايد حلوة وايد فن، وانا سمعت انه يمكن ما يكون فيها اونلاين، بس في نفس الوقت انه حتى لو ما فيها اونلاين بتكون لعبة جيدة. اهم شيء مش مهم الاونلاين، يعني ايام اول يعني نحن كنا نحب جي تي اي مش عشان فيها اونلاين، كنا نحبها عشان ان هي لعبة يعني قصتها حلوة، الجيمينج مالها حلو. فان شاء الله سليبينج دوغز تكون بهالمستوى، واذا طلع فيها اونلاين بعد بيكون مثل تريت حقنا اللي نحب هالالعاب ونحب نلعبها ويا ربعنا وهالاشياء. اوبس اوبس اوتش المهم. ناحية ثانية من هالالعاب انه لعبة ثانية وهي شو الألعاب؟ أيوة لعبة اللعبة اللي أنا ما أقدر أنتظر حتى يوم واحد عشان ألعبها، دارك سايدرز 2. في ناس ممكن يقولون دارك سايدرز 2 والله لعبة شابه God of War، ولا أنها صار جيم God of War وهالكلام، وهي أنا أقول لكم ما لها خص في God of War. إذا تبوا تتهموها أنها ناسخة من أي لعبة ثانية، نقدر نقول أنها ناسخة من فرنس اوف بيرجيا، ونقدر نقول انها ماخذه من زلده، تقدر تقول زلده للكبار، زلده يعني الجرافكس حق الشباب الكبار مش حق الحياه الطفوليه او شيء. اوبس اكره يوم تستوي هالحركه، الصوت بروح يتحرك. شو مهم اقول يكتب كذا، احاول اركز في اللعب والعب. المشكله في البدايه كنت مركز، بس الحين فقدت كل تركيزي. خلنا اشرد عن هذا، واحد هنا يحبس، ما احب اللي يحبسون. طبعا ان شاء الله يعني هالالعاب تجيب ربح قوي، لان اذا ما يابو ما ادري شو بيجي بعد، لان سليبينج دوغز ودارك سايدرز 2 يعني مبينات انها العاب رائعه وايد رائعه، فان شاء الله يعني تجيب ربح تجيب مبيعات جيدة عشان الشركات تتشجع تسوي ألعاب زيادة من هالنوع، لأن إذا ما يبوا ألعاب زيادة من هالنوع خلاص المجتمع الألعاب بيستوي كله، كول اوف ديوتي، باتل فيلد، ألعاب فيرست بيرسون شوتر. ومن هالناحية بينزل كونتر سترايك الجديد، وبينزل على الكونسولز بعد مش بس على الكمبيوتر، فإن شاء الله يكون حلو يعني حق اللي يحبون كونتر سترايك، واللي يعني الفانز اللي يحبون كونتر سترايك وايد بيلعبوها من زمان، ان شاء الله تكون حلوه حقهم. بيكون شيء حلو ان اشوفها يعني اذا نجحت في البي سي، في البلاي ستيشن 3 او الاكس بوكس. المهم الجيم بلاي شكله قرب يخلص، ان شاء الله اقتل ثلاثه بسرعه خلص من الجيم بلاي، وان شاء الله بسوي فيديوهات زياده بالتعليق العربي. وطبعا انا ما بتمركز في هالالعاب، لاني انا مش من النوع اللي تحبيس، مش من النوع اللي العب العاب مسدسات 24 ساعه، نفس في ناس وايدين شي مهووسين العاب مسدسات كول اوف ديوتي وباتل فيلد. لا حول ولا قوه. انا انصح اي واحد يعني يكون صايم ما يلعب هالالعاب،
خاصة وقت الصيام انا الحين صايم وحاول اني ما اتضايق واتعصب. موت ايوه اخيرا. المهم هاي نهاية الفيديو وان شاء الله يعجبكم الجيم بلاي والمعلومات البسيطة اللي قدمتها. طبعا في العاب زيادة بتنزل ان شاء الله، وان شاء الله في الفيديوهات الجاية بسوي لكم ديموز وجيم بلايز عن هالالعاب، وان شاء الله تسمعون مني مرة ثانية.